فهمتك. طلع السلاح وروح حارب. اوعى يا عم انا رايح. انت جاي؟ اركب يالا. يا بيه. فوق. يا بيه. يا بيه. يا بيه. اخلص. اركب يالا. هتروح فين يا مطرطش؟ كلها عايزة تروح اسرائيل؟ اقعد يا مطرطش، ده انت عايز 80 طن محلول جفاف. السلام عليكم حبايبنا في كل مكان، النهارده فيديو جديد مطرطش مطرقع مفرقع يلا نشوف. ده تاني فيديو ليكم، وده اخر تحذير، ده شوية علوج على حبة طراطير. النهارده استاذ محمد سليمان قرر ان هو يروح يحرر القدس. على الطرالي جبت اخر معاك، وانا اتعب نفسي معاكم ليه؟ تمامكم معايا ايه؟ ادي شنطتي، ادي اكلي، وادي شربي. يا بنتي هاتي اللابسين من جوه خد غربهم في الطريق. فانت شايف بيقول لها يلا يا بنتي حضري لي شنطتي هدومي والباسين عشان اغير بيهم في الطريق. على الطرالي الصبح هتلاقينا عندكم في تل ابيب. اوعى يا عم التوك توك بره. لا 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 امسكوا امسكوا، لا يتهور التوك توك بره. التوك توك بره جاب اسلام قورة و14 واحد من عزبة الضابط في قلبين. ما نعرفش يا عم، انت اللي زيك ما يروحش، احنا هنجيبهم لك 40 طن محلول جفاف. ده شوية علوج على حبة طراطير. يا عم بلاش منها عصاية المقشة اللي انت ماشي بيها، ده انت تحررهم كلهم بإيد فاس. لا يا جماعة انا طالبة منكم طلب. مالك يا ماما عايزة ايه؟ تفتحوا لي الحدود. أمورينا هتحرروا القدس؟ وكتاب الله اروح هناك اموتهم كلهم. وبعدين؟ انا مش هقول لكم انا هعمل ايه؟ دمار من بعد دمار، اطفال صغيره، واحد زعل على الواحد كلهم بيموت، نتحط كل يوم ربنا اللي يعلم بيه. منهم لله. احنا تعبنا صراحه، احنا تعبنا. منهم لله. منهم لله. اولا احنا مع القضية الفلسطينية وكل شيء، بس مش بالكلام، تمام؟ بدل ما نحرض ويلا نروح على القدس ويلا نروح على مسترد، شوفوا انتوا الاول هتعملوا ايه في بيوتكم. بس السيسي اصلا ما بيعملش يا جماعة حاجة غلط، اللي بيقول علي السيسي هو اللي يمشي. طب ولما حضرتك عارفة ان السيسي ما بيعملش حاجة غلط، اما الارادة ونزلونا وافتحوا لنا الحدود وما تفتحوش الحدود. حدود مين يا مرة؟ اللي بيعمل كل حاجة صح. السيسي مش عاوز يدمر البلد. سيبكم من موضوع الغلا ده، بس هو مأمننا جامد، مأمننا. قد الأولى معلمة، اللي يقوله يمشي، اللي يقوله يمشي، اللي يقوله يمشي يا معلمة. ولا جنبك دي بتسخن ولا ايه ظروفها؟ يعني انا شايفها متعاطفة في كل الكلام وشغالة بوريبوم بوريبامبو وسيريجون دوريجامبو. مالها مدام الكوتفوتو؟ اللي عاوز يروح يحارب. دي بقى بتاعت معاهم معاهم عليهم عليهم وعلى الطلاق. اسرائيل انتوا بتهددوا مصر. اوعى منه المناقة. اسرائيل انتوا بتهددوا مصر، ده احنا انابيب الغاز دي لو بدنا لها حطينا لكم فيها فسا. شوف هنحاربهم بايه؟ بالفسا. فسا، هتموتوا من الريحة. انت واثقه من اللي بتقوليه ولا ايه انت؟ ولا انت ايه ظروفك ولا ايه في؟ انتوا مش شايفين الاحجام عندنا عامله ايه؟ او يبقى ليها لازمه الاوفر ويت؟ يبقى له لازمه دلوقتي والله ان نموتكم من الفسا. يعني ايه نروح نحاربهم ومش شايفين الاحجام؟ احجام ده من الاكل والراحه يا ست، ملهاش علاقه بحروب. هنفسي ونعبي في ازايز. خلاص يا مدام شنكروت وعرفت اللي جابونا، عيب عيب يا ولية. سبحان الله، الكلب نفسه يتبول في المصلحة. اسمع بقى الزبون ده بيقول ايه وركز. اهو قال اللي احنا عايزين نقوله يا عم، يلا. مع انه بيهلفق كتير في الكلام، بس يلا اسمع منه. اسمع منه. حدود من ابو حدود؟ ده انت دخلت حدود تركيا تهريب، روسيا تهريب، حدود امريكا تهريب. احنا العرب ما خليناش دولة اوروبية لما دخلناها تهريب وكسرنا حدودها، وجينا عند حدود فلسطين وعايزين حد يفتحها لنا، اصل الحدود بتشوك.
أحا عليكوا على الحدود. أنا بس برد على الكام هفا اللي قاعدين بقالهم يومين عاملين محتوى وقاعدين يشتموا على مصر وعلى جيش مصر. قال إيه؟ عشان مصر مش فاتحة الحدود. بص يا حماس، احنا بقالنا سنين يا حبيبي واحنا بنطالب ان الحدود دي تتفتح، لكن لا شتمنا دول ولا شتمنا شعوب، عشان عارفين ان الموضوع اكبر مننا كلنا، احنا كلنا في دايره واحده. على الحرام 80% من اللي بيقولوا افتحوا الحدود لو الحدود اتفتحت ما هنشوف واحد منكم ولا هتعملوا حاجه، والا من رحم ربي برضه في شويه رجاله لسه بجد، لكن انتوا شويه هلافتوا وباين عليكم قوي. والله في ناس كتير ما تعرف فلسطين دي مكانها فين على الخريطه، بس هم حابين الزيطه اللي دايره اليومين دول، بس عادي حلو شغال يعني، كل ده مفيد يعني. وبص حمادة انت هو يمين بالله، الحدود دي لو مفتوحة تلات محافظات عندنا بس في مصر يدخلوا يخلصوا لك الليل قبل ما انتوا تلحقوا توصلوا، ومش تفخيم والله بس احنا رجالة قوي، والكلام ده بجد مش زي الكلام بتاعكم. وبعدين ده حاجة مش جديدة علينا ولا على الجيش المصري، احنا بنركبهم من زمان من ايام 73 على قديمه يعني. فالنبي يا صاحبي شد بلاستر كده وريح ظهرك عشان ما تتعبش، لو تعرف تصلي ركعتين وتدعي لهم ادعي لهم، تعرف تنزل فيديوهات نزل فيديوهات، وخلي الناس كلها تتكلم على القضية.